ما حكم التمائم التي تكون من القرآن؟ اختلف فيها السلف، يقولون بعضهم يقول ما تجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، لأنها تجر إلى الاعتقاد بها، وتجر أيضا إلى أنه يعلق ما لا يجوز. فإذا فتح لهم الباب فإنهم ينجرون إلى أشياء ممنوعة، فسدا للذريعة يمنع هذا. ويكفي أنه يقرأ عليه، أنه يقرأ له بماء ويشربه، يكتب له أوراق ويمحوها ويشربها، وهذا يغني عن كتابة على الإنسان، ويعلق كتابة في ورقة مما يسمونها الحرز. نعم.